حي حي. على سلامتك يا مبارك فكوك على الاصل، سلامتي، على سلامتك يا الله عليكم. ايش حالكم؟ ما فهمت على السبيل. جابك الله الفرج اخيرا. والله الا جابني مولانا الفرج يا سيبانه وانا بك مني. انا لازم لازم تعدل الحساب تاعنا ويكون الله يفعلها تدخل به. وعندي واحدين وخفتهم لي هرسهم لي. درت بعدها هذو دريك رحم الحمد لله. هذاك اللي فيه، هذاك اللي فيه 12000 ولا ما نعرف 15000 كاين، هذاك مخليه للطوارئ. لا هذا 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 ما تعدل فيه اي فيديو، خليه فقط الجيست والله. هذا اللي غندير غير لان الفيديوهات يعدلوا عليهم السينيال ويطير الحساب بسرعه. راه غير نضربوا لك الكونت. الله يلا ما شاء الله ما شاء الله سلمانة. يا حميد حميد حق الله اخويا، شوف قيس طريطوار، ما تمشى في الطريق، ما تمشى في الطريق. انا في الطريطوار راه واعر عليك، تعود ملاهي مع التليفون ويعود شي حد يفتي حتى هو والله يرجع الجهه الثانيه، رجع الجهه الثانيه. احنا نقول لا السلامة الانسان يعود في الامان. كبسك راهي واعر على الطريق. هو النية العيون، شتو العيون يا صاحبي والله. دخلنا عليكم بالله دريك. واش راه قال يتم فتحت خيم شرويطه والرمل وشين السعد ويخليها للسامات. ويلي عاد يعدي مشي يتعدل له يا مبارك. كاتب عليهم مولانا العذاب في الدنيا وفي الاخره. لا لا اي حال نقول لكم واحد الخطاب اليوم سمعته من ذاك الباي، تم يتكلم في لايفات يقول لهم انتم يا المغاربه، انتم اللي طلبتوا المحكمة الدولية، انتم اللي قستوا المحكمة الدولية وقستوا الأمم المتحدة وقستوا الاتحاد الإفريقي، قستوا الوحدة الإفريقية وقستوا ما نعرف شنو، وقال لهم انت ياك كذا، ومن الله قال لهم الله الصحراء ما تدوها. علاش كون داها؟ شكون داها يا ولد طانطان؟ شكون داها؟ هذه شنو هي؟ الخطوط ها ها هياك. قال لك واحد الأجواء الطيارة عندهم في العيون، احنا عندنا الشمال في المخيمات. ربي ربي والله عبر السبيل لو يطلع، عبر السبيل راهو هون لو يطلع. والله وخيرت تحياتنا للدكتور عبر السبيل وخيرت به. قاعد الاستعمار يعدل هاك يا رب، قلت يعمل المغرب يستعمر العالم كامل والله، يعدل المهاب يستعمر الجزائر كل عام. قلت لك يا لا ماشي نعيب طنطان، هذا دريك، هذو من الخونه ديال طنطان. ما حاش ان طنطان انا راني قستها ونعرفها وعشت فيها، باش تعود في راسكم. تم يكذب عليهم وقال لهم والله الصحراء ما تدوها. يا جدك راه الحسن التالي دار لكم عمره في خاويه قبض التراب وخلى بيكم بيتين برا، وتم يجرجركم في الوحده الافريقيه ويجرجركم في الاتحاد الافريقي وفي الامم المتحده، وتم عليكم مفاوضات ما نعرف شنو، تم يضيق عليكم يحاوروكم ما نحاوروكم، والمغرب راه قابض التراب ومعدل في هذا اللي يعدل. واش انتم دايخين زناقتم بالقارب ديال الحسن التالي؟ الناس بيكم على قارب ديال السكر 200 200 قولوا 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 يضحكوني كيقولوا يوم من الايام نرجعوا ارضنا غير بنوها وعلوها. والله الا بخير الحمد لله من طريب اسلم مالك الحمد لله. المديريه هذه شنو؟ قول المديريه المديرية الجهوية للأقاليم الصحراوية، المكتب الوطني للكهرباء والماء صحي الشرب، هذه المديرية الجهوية. هنا من الدكتور على السبيل كاين طريق حكي سهلة. شتي لي دار ديال الأم ديال هذه راهي غادية دول الماء، هذه دار ضو الماء. ايش دار ضو الماء؟ خرسوا هذا الماء وخالك فوران، هذا الماء وخالك فوران. واش ما عرفتوا هذه يا اخوان؟ السيارات ما تجبر وتا مكرفصه، لا الوتات الزينه ما شاء الله. العيون دائما فيها السيارات المحترمات الزينات، خلي قاعد راك تبارك الله دخل عليهم. ايه انا صاحبي غادي كاين محلو محلو والله. هنا لازم تجي حتى هذيك وهران ياخذوني عندكم محلو. وريهم الخطوط الجويه باش يجيك واحد من الخيل يقول لك الاجواء الصحراء لا تتحكمون فيها. اقرا كاع الخطوط. اش انا راني ما هذيك الخطوط الملكيه المغربيه عنها. هذا ساكن اليوم هات وحداتي في اسبانيا مجمعين بك سيدة الكندرة، مجمعين بك يتحلفوا شي وحدات في اسبانيا. يقدموا لما نطح بيهم.
هذيك المقله ديال المسمن اللي خطف بها شي وحده بدات تفتح راسها على اربعه يا الطيفان. قالت لهم هاد الثمن منهم هاد الثمن هي اللي تقولوا عنها لا ينقيسها نطلع عنها. قالت لها راهي مع شي من الواقيج معهم صحراوي. قالت لها شوف بي مولاها ما نطلع عندها ونقفض عليها مرافقي بعد ونضربها لها بقجه طلع عندها الدخله طلع عند الدار. لا تعرف نخنقها خنقه حابه تقجني في التليفون قال على طول الله علي هذا ما يعرفوا ثم عند الصمت الكحله في نطيح ما عارفين هذا ثم يا مراه عندها بطوله العالم في الجيش وزين لا يدخلوا عليا من الخاص شحالك يا بويا لاباس ومشي لي رقمك منين مشي تقول لي طيرك يا الحمال تبارك الله يا العيون وين لحقت خلص ما شاء الله تبارك الشجر ديال السرس ثمانية ثمنة فينا وثق فينا وثق يا ابراهيم شوف الشجر يدوه الكوافور والله انا نحسهم يهزوا الشجر يديو الكوافور خالقه هذيك ديال بلديه اللي متكلفه بالزينه هاهم يجوهم يوميا يقادوهم يتم معدلهم كيف الكوافور واش انت دريك خرصي معايا ابسط شيء مهتمين به فما ادراك بالامور الخطيره والامور المتعلقه بالامن وما الى ذلك يجيك واحد سخين يقول لك انا مغرب دوله ضعيفه والله شوف نتكلم شوف الاستعمار الاسبانيش خلى الاستعمار الاسباني راه خلى البوركو دوك الزلايف مقلوبات الله الا دوك الزلايف مقلوبات والله لا في الداخل خلى لا كان والله لا وش من العمارات نزلهم بارك دوك الزلايف وين عدلوا لي بارطاج للصبخه هوتي هذه عدلوا له بارطاج قليبيده قليبيده الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك بارك الله الصحراوي راهو في قليميم من هو هذا المنطقه ديال المنطقه الصحراوي مثلا داخله والعيون كيكون واحد الجو سبحان الله العظيم يعني ساحر بالعيون بالليل رومانسي المغرب من المغرب للفوق واحد الجو كيكون واعر يا حميد وريهم القشيات يا حميد وريهم القشيات راه في الجزائر هادشي ما كاينش باش تعرف راسك انا وريهم شحال من بنكه في الصف غير هذا مصرف المغرب لا شوف وريهم شحال من بنكه فما كاينه هذيك وكاينه الشعبي ياك كاينه هذه ديال كاينه الصفا بنك هذيك اياه بلاص اها الصفا كاينه حداها لا كاينه كاين وفا بنك وكاين الصفا بنك وكاين تما المصرف المغرب وكاين الشعبي بنك هذا شارع واعر فيه اربع بنكات يعني خالقه فيه ثمانيه ديال الاوتوماتيك كيشي البنك الشعبي هو البنك الشعبي لا ويجيوك التجاري وفا بنك هو بقى له التجاري واعر حميد رد البال الطريق الله يطول عمرك مرحبا وسهلا اخويا الله يكبر ما شاء الله خير فستان ابو صالح خير ماكدونالدز امريكيه يقول لك الصحراء محتده الصحراء لا تعترف بها امريكا هذه تغريده يا حرك بيك خرس اخويا اقبض لك ونضي لك ساندويتش زين فهم اقبض لك هيربرجر شنو قال شنو قال شين قال هذيك هربر ولا شين قالها؟ همبرجر برجر قالها برجر نعتنا وين يجلسوني نعتنا طب لا شاو ما حي انت توما ناو الكراسة ما ينفعوك بيك الطرا ما نقدع الكراسة توما ناو الفلاب الحصيرة الله الرق ديك الحصيره اللي تقعدها وتلقى راسك مطرس يا اخي يا اخي هذا ماكدونالد يقصائي هذا ماكدونالد الله يلا يقصائي بعد للصحراء والله يا وش صاحبي لا بدا يديروا في الداخل راه كبير ما شاء الله لازم لي كي تجي لهاد العيون لازم لي
فورماسيون وين كيفاه نقعد وين نقعد وقع شوف وقع شوف وقع خضرة حمراء مسكينة شوف وقع مزيانها شوفها وشاف الشرشمان راه فهم اللي ما شاء الله اضطرت قوية العد والله يا ابوكم الا مقابله معاكم شعلة ضوها خير والله الا مزيانها راية الله الا مزيانها راية ومرحبا كيوالا باخواني انضموا لينا ما شاء الله 500 واحد الله يرضى الزين كل شيء يقول عسل الملك والله لو خير عسل الملك عيون في الصحراء المغربية حياك عسل الملك مزيانها حمراء خضراء النصر وهي الراية وانتم قول هذا جداتي نقولكم الله يطول عمرها الله يلف عهد محمد الخامس جداتي صحيح ياسين شي مزيان صحابي خير واحد الله يزوي مع الاخوان الناس تبارك الله المخزن تبارك الله المخزن السلام عليكم السلام عليكم خير هذه مبروك بخير تبارك الله عليكم خوتي معاكم السلام عليكم وخيرت 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 بعد ديال خير جات نقدم الكوينه اي اي يلا لي صحراء مغربيه حتى المغربيه يلا لي صحراء مغربيه دلينا عرب من ما دعوا خيك الله صحتك يا ابراهيم وخير اخوان هذا راه من ابداع ابراهيم نوقف ايه لا لا شوف انا بغيت ندور نرد على واحد من مخنزره في التعليق جبر واحد قريب مسكين ما عرفتش يكتب له فم ويقول له خويا قالوا خويا انا راني من العيون المحتله صحراء قبيه كتب هذو الكراغ هذا يتبوا لا تزفطوا عليهم تبوا عليهم لا الصفيط والكذيب واش هذه مدينه محتله واش الاحتلال يعدل كيف هذا واش خارج احتلال كيف هذا؟ راه ولاد شافوه الكراغلا غايقولوا يا ريت المغرب يحتلنا، يا ريت المخزن يجي يحتلنا ويعدل اللي عدل في عندكم، ويعدل اللي عدل في العيون. يا علام انت تصفط يا حراك بيك وبي اللي جابك محتل واش واش الاخ اللي كيصور؟ خينزر حرابين واش الاخ اللي كيصور مغربي؟ ايه راه صايك دبابه هو دريك صايك دبابه واش كاينه شي دبابه؟ الله طيارة الأمن والأمان أخويا الأمن والأمان الحياة السعيدة لا 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 حرز روحك حرز روحك راه يا النعال غتنزل عليك من تين دور سامك لو كنت غيكنا كتحقيت سامك لو كنت غيكنا كتحقيت والله الله يرعد بعتوا دراهم سيريون يوم مونيغرام مجموع كل شيء كاين ما موجود شي شي عندهم ما موجود والله ما كاين محروم المساكن ما نعرف كاع كيفاش يصيفطوا الفلوس راه يصيفطوا في القرعه بعد عنا الحزان نتمنى نقول يا ورد الصحراء انا منك ما نبرح العيون يا ورد الصحراء شوفي اللي كيسموها نبرات السعي عن ايمان كانوا محتلين ما يديروا الرونش مشكورين حد الله الله خيك وخيرت بيكم جريتوا لي على تريكة الشيخات تريكة بوحمارة هذه اللي جات جيشتوا كراغلا كيف عاد عليكم بالله شنو كان كاين شي استعمار غتشوفوا هاد السيارات والله شو الناس باش تعرفوا الامن والامان والسيارات الفخمات والشوارع شوف عندك طريق عندك طريق رد بالك مع الطريق طيب شوف غير شوف غير ديال حاشاكم ديال الكباب بحالاش داك الشيء موبيل ديال الاوروب لي بوفيل هما بحال ديال لي بوفيل من غير هذا الثاني اللي مدفون في الارض الاولين كاع اللي فتهم اللي مدفونين راه مول ما تقولوش حشاكم اه يعني داك الشيء مودرن ديال اوروبا نعاتهم من الجهه الثانيه من الجهه الثانيه نعاتهم الجهه الثانيه نعاتهم الجهه الثانيه غير الناس تنوع ذاك درايك هاي داك الشيء مودرن ديال اوروبا تحطها فما وتنزل لتحت يا غير الا كاينين واحدين مازال خاصهم يتحضروا اللي طارحين هيك الكبه على برا مازال ماده من البشر مازال خاصها الناس ماشي ما شاء الله ما شاء الله شوفوا كاع كبسوا كبسوا اخوان شويه تكبس تكباسوا البارطاج تلقوا عليها تلقوا عليها الدق تم زعما هاد 770 ما غتكون واحد 100 ديال المغرب واحد من مخيز وقال لك لا الكذيب لا هذه راه كندا هذه كندا وصابلو تلف ما قد شاف
ما يعرفها كاع. راه المحل ديال مروه وهذا اسمه مروه هاو. عرفت ديال البيس الشوارع هذا. يا انا حبيت يطلق لنا هذه الاغنيه المغربيه. اييي دقتم دقتم. روح النقازه هذه شي تركه الصغار. المحلات مازال مفتوحين بيت بين شوف ترى غير محل ديال المواد الغذائيه عادي شوف الدار الجزائر كامله ما تلقى بحال هذا المحل شوف الخير تبارك الله حتى على الانواع شوف اللي بغى شوف واش هاي شوف تبارك الله اشري الشكلات نتوما لنا يا مول اللايف لا لا ما تقول انا طيح اللايف دابا نتوما لنا ما تذكروا خياك انا عيط الرايه الرايه درابو يا اختي تمنى اهلا وسهلا بكم في مدينه العيون مدينه الانوار البريد اش البريد المغربي والله هاي مجبده هاي هاي مجبده راهي الرايه مولي والله راهي والله ما نصح العيون مدينه الاضواء العيون الصراحه مدينه الاضواء شتوها بحال شكون اللي تكاد العيون يقولوا لها العيون عينيا الساقية الحمراء خدمها يا راي خدمها خدمها هذه يا سيدي خدمها هذه خدمها كما بغيتي اي خدمها خدمها الله يرضي عليك من هنا حتى الداخله